شعوب وقبائل، أشكال وألوان، أديان ومذاهب، تقاليد وثقافات، اختلاف في الرؤى والأفكار والتفكير والأذواق، تنوع يمد الحياة بالألوان ويبعدها عن صبغة اللون الواحد. إلا أن مسألة الاختلاف هذه تفرض مجموعة من التحديات قد تصل عند البعض أحياناً إلى رفض الآخر والسعي إلى محاولة إلغائه، أكان ذلك الآخر فرداً أم جماعة أم دولة أم أمة أم حضارة. في ظل تلك التحديات، كيف تبنى المجتمعات المستقرة المرفهة الراقية، وخصوصاً تلك التي تتميز بالتعددية والتنوع الديني والمذهبي والعرقي؟ المدينة الفاضلة، حلم أفلاطون كيف له أن يبصر النور. نطق الإسلام منذ 1400 عام على لسان أحد دعاته بالحل: صلاح شأن الناس التعايش. الاختلاف بصلب البشرية، بصلب الخليقة، ربنا أراده على الأرض. انطلاعا من هون، بما أنه في اختلاف، معناتها أو فينا نروح للحرب أو فينا نروح للسلم وللتفاهم. من هون الإنسان بده يقتنع قبل كل شيء آخر أنه مدعو إلى الائتلاف، مدعو إلى التعايش، مدعو إلى تحدي اختلافاته مع الآخر، ما يحول الاختلاف لا خلاف. فالآخر المختلف عنك، سواء رأيته حقا أم لم تره، هو موجود على الأرض، ولا بد من الاعتراف بوجوده واحترامه والسعي لمحاولة فهمه. إذ تؤكد المنظومة القرآنية أن أصل الاختلاف بين المجتمعات البشرية إنما كان للتعارف وليس للتقاتل والتناحر. والله سبحانه وتعالى خلق هذه الأمم لتتعارف وتتقارب ولتتعرف على بعضها البعض ولتتعاون فيما بينها، بغض النظر عن دينها أو عرقها أو لونها أو انتمائها. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنا أعرفك أكثر وأنت تعرفيني أكثر، وبقدر ما نحن منتعرف على بعضنا أكثر، بقدر ما في دايما مجال تنتفاهم أكثر، مازال في مجال، مادام في مجال انه نعيش بسلام وبمحبة. قراءة تاريخية صغيرة لمعظم الأمم تعطينا نتيجة واضحة، وهي أن الأمم التي استطاعت أن تتقدم وتتطور وترتقي سلم الحضارة هي تلك التي استطاعت أن توجد حالة التعايش مع الآخر، انطلاقا من التعايش مع الفرد الواحد وصولا إلى التعايش مع الجماعات والأمم والشعوب والحضارات. ولكن نتيجة الفهم المغلوط لدى البعض لحقيقة التعايش، فقدت هويات وميعت شخصيات وانصهر البعض في حضارة الآخر، بل حدث ما هو أعظم. فبحجة التعايش وتحت أسماء الحوار بين الأديان والتلاقي والتعاون من أجل مستقبل أفضل، دول تنسب إلى الإسلام وإلى الشريعة المحمدية حولت فكرة من المحرمات إلى المسلمات، فأقامت علاقات طيبة مع الأعداء ضاربة بتعاليم القرآن وبحدود الله عرض الحائط. هذا وطابور المرشحين يتمدد يوما بعد يوم. فما هي حقيقة التعايش في الفكر الإسلامي وما هي دعائمه؟
وكيف نحقق التعايش مع الآخر، وكيف نبني جسور الود والاحترام المتبادل فيما بيننا ونحافظ على هويتنا في آن واحد. الاعتراف بوجود الآخر، احترامه وتقبله، هذا أصل التعايش في زماننا. وفي الإسلام عكس الشرع إرادة الله ومشيئته في التعامل مع الآخر، فأمر بتقبله والاعتراف به والسعي للتعرف إليه والتعايش معه، ولكنه في المقابل يرفض الانصهار والذوبان بالآخر فكرا وسلوكا بما يفقده هويته وأصالته. ثمة حدود بين في التعايش بين المسلمين والمسيحيين وغيرهم من الطوائف، هي أنه لكم دينكم ولي دين، يعني أنت بتحمل عقيدتك وبتحمل أهدافك ورؤاك ومرتكزاتك وتصوراتك، أنا أحترمها وأنت تحترمني لإحلال السلام، لأن التعايش يولد السلام. في الإسلام التعايش هو الأصل في التعاطي مع الآخر، إلا اللهم من اعتدى. يقول الله تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. أرسل الإسلام قواعد وأسس التعايش وشرع كل الضمانات التي من شأنها أن تؤدي إليه، وتأتي العدالة والحرية الدينية على رأس هذه الضمانات، فقد جعل الله العدل، البر والقسط أصلا في التعاون والتعامل مع الآخرين دونما نظر لدين أو جنس أو لون أو لسان. يقول الله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. كل إنسان يعتبر أن له في هذا الوجود من أضيق دائرة إلى أوسع دائرة حقوقا مادية أو معنوية، أتى الدين الكريم الشريف ليحدد لنا منهجا واضحا في الحقوق، فللأخ حق، وللزوج أو الزوجة حق، وللأب حق، وللابن حق، وللطبيعة المحيطة بك حق، وللإنسان في مجتمعك كان جارا لك أو غير جار أو غير جار حق مادي أو معنوي. صاحب دين أو لم يكن صاحب دين له حقوق مادية أو معنوية. التعايش السليم الحقيقي بين أبناء المجتمعات بأكملها راجعة إلى مراعاة تلك الحقوق. كل الاختلافات منشأها سلب الحقوق وعدم إعطاء الآخرين حقوقهم. إذا أعطيت هذه الحقوق نزعنا فتيل الاختلاف بين طبقات وأفراد المجتمع. إذا نزع فتيل الاختلاف من طبقات المجتمع على اختلاف أصنافها وطبقاتها تناسقت القلوب، وإذا ما تناسقت القلوب بدأت المحبة والمودة والإلفة والحياة الاجتماعية، وهذا ما عبرت عنه السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها في مقدمة خطبتها المشهورة المعروفة، قالت: جعل الله العدل تنسيقا للقلوب. وقد روض الإسلام نفوس المؤمنين ليتعايشوا مع واقع الاختلاف ولا سيما في العقيدة والدين. يقول الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لم يبني الإسلام دعوته إلى التعايش على أسس نظرية فقط، بل أراد تطبيقه بين الإنسان في عالم الواقع، فكانت حياة النبي محمد صلى الله عليه وآله تجسيدا لمبدأ التعايش والتسامح والتعاون مع الآخر المختلف، وتؤكد التجربة النبوية في المدينة المنورة على تلك الحقيقة. مع بداية الدعوة الإسلامية المباركة، لا سيما بعد هجرة الرسول إلى المدينة المنورة التي كانت تسمى يثرب، وكان هناك يهود ونصارى،
فكان لابد من احترام الديانات الأخرى وفقا للمرتكز القرآني لا إكراه في الدين. لم يلغي النبي محمد صلى الله عليه وآله حقائق المجتمع رغم كونه السلطة العليا آنذاك، بل وضع نظاما لإدارة التعددية من أجل التعايش بين كافة أفراد المجتمع آنذاك. ومدونة المدينة المسمات بصحيفة المدينة التي وضعها الرسول تؤكد على ذلك. فقد مثلت تلك الوثيقة ببنودها منطلقا لتسليط الضوء على أهم الأسس والمرتكزات التي يبنى عليها موضوع التعايش السلمي. ساعد التعايش آنذاك على تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في أنحاء البلاد الإسلامية من جهة، والدعوة إلى نشر تعاليم الدين الإسلامي، ومن جهة أخرى جسد النبي محمد مبدأ الحرية الدينية في عهده إلى نصارى نجران الذي جاء فيه: لا تغيير لأسقف عن أسقفيته، ولا راهب عن رهبانيته، ولا سائح عن سياحته، ولا هدم بيت من بيوت بيعهم، ولا إدخال شيء من بنائهم في شيء من أبنية المساجد ولا منازل المسلمين، فمن فعل ذلك فقد نكث عهد الله وخالف رسوله وحال عن ذمة الله. ولعل أحد أسمى مظاهر التعايش الديني واحترام الإسلام للحريات الدينية ما ذكره أهل السير من أن النبي صلى الله عليه وآله حينما وفد عليه وفد من نصارى نجران في المدينة وحان موعد صلاتهم، سمح لهم النبي بإقامة قداسهم في مسجده بكل حرية. وبعد رسول الله صلى الله عليه وآله سار الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في أمرته للمؤمنين بنفس الخطى التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وآله. التعايش هو حاجة فطرية ضرورية بين البشر أنفسهم على أكثر من صعيد وأكثر من جهة، على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي وعلى المجتمع المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الأسري وعلى مستوى الطبيعة وعلى كل المستويات. ولكن قد يكون موضوع الحديث التعايش بين الأديان أو التعايش بين المذاهب عملياً. إذا ما أردنا أن نحصر الموضوع بهذا المعنى فقد أسس لذلك أساساً متيناً عظيماً قوياً أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه عندما قال: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. ولخص الإمام علي مبدأ الحرية الدينية بقوله المعروف عنه: والله لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل التوراة بتوراتهم. ولخص مبدأ العدالة أحد أهم دعائم التعايش بقوله: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. وبعد الإمام علي رسم أئمة أهل البيت بدقة عالية خارطة الطريق، وقدموا بسيرتهم مناهج التعامل العقلاني مع الآخر المختلف على أسس تتوافق مع نظرة الدين للإنسان وعبودية الله وتوحيده سبحانه وتعالى. في رواية جميلة جدا نقلت عن معاوية بن أبي وهب أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام قال: قلت للإمام الصادق عليه السلام: كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من الناس ممن ليسوا على أمرنا؟ فقال: تنظرون إلى أئمتكم الذين تقتدون بهم فتصنعون ما يصنعون، فوالله إنهم ليعودون مرضاهم ويشهدون جنائزهم ويقيمون الشهادة لهم وعليهم ويؤدون الأمانة إليهم. اليوم يجب على العلماء، كل العلماء
المسلمين والمسيحيين أن تكون دعوتهم هي دعوة للتلاقي ودعوة للحوار ودعوة للمحبة ولا دعوة لنبذ كل ما من شأنه أن يكون فتنة أو ما هنالك، لنكون على قلب وعلى قلب رجل واحد، خاصة في القضايا المصرية التي تجمع كل أبناء هذا الوطن. فيما مضى كانت هنالك حالة شبه انغلاق تسود مجتمعات العالم، حيث كانت كل مجموعة تعيش في فلكها الخاص، ولكن هذه الحالة تغيرت في العهود الأخيرة على أثر عوامل متعددة أهمها تطور وسائل الاتصال. في هذا الزمن الذي نعيش فيه الثورة الرابعة، وهي الثورة الاتصالية والتي أصبح العالم بمثابة قرية قومية، أصبح مجال الانفتاح على الآخر والتعايش والتواصل مع الآخر أكثر سهولة. ينبغي على علماء الدين، ينبغي على الأفراد، على الجماعات، على المنظمات، على وسائل الإعلام أن تختار النص الذي يقرب بين الشعوب، يحترم اعتقادات ومعتقدات الشعوب، ويبث روح التعايش بين الشعوب وروح السلام بين الشعوب، ويزيل أي كلام يثير الفتنة ويثير النزاع ويثير الدموية. في أيام الصيام خلال موعظة دينية وبدعوة من المسؤولين الملتزمين، أجد نفسي في وسط الطريق إلى جانبكم. يتزايد الاهتمام في العالم يوما بعد يوم بإيجاد السبل لتحقيق التعايش والتقارب بين الهويات الثقافية المختلفة من أجل تحقيق الأمن والسلام والازدهار. في المقابل هناك اتجاهات أرضية منعزلة عن السماء تسعى إلى نشر الصدام والتحارب ما بين الحضارات بحجة الاختلاف، ولكن رغم ذلك سيأتي يوم يشهد فيه البشر عمارة الأرض وانتشار العدل والسلام، حينها سترسم ملامح الحضارة الإنسانية المبنية على أسس العدالة، دولة السماء في الأرض. ذلك الحلم الوردي سيقدر للناس أن يشهدوه ويعيشوه بأرقى وأجلى وأكمل صورة له في دولة المهدي عجل الله فرجه، محقق حلم الأنبياء الذي سيرضى عنه ساكن الأرض والسماء.